السلام عليكم. انفجار غامض وجديد طال العمق الإيراني، والانفجار لا يستهدف إيران فحسب وإنما جماعة الحوثي في اليمن أيضا. العديد من الوكالات الإيرانية المهمة هي التي تناقلت هذه الأنباء، على سبيل المثال وكالة تسنيم الإيرانية، إذاعة جمهورية إيران الإسلامية وإيران انترناشنال أيضا نقلت تفاصيل ما جرى وأكدتها. وهذا الانفجار كان قد جاء في إيران تحديدا وفي جزيرة قشم الاستراتيجية والمهمة للغاية والمطلة على مضيق هرمز، وكانت هنالك لقطات لطبيعة هذا الانفجار الكبير الذي جاء بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، والذي أدى في نهاية المطاف إلى حرق 16 زورقا من زوارق الصيد في قشم تحديدا في قرية سلخ. وهذه الانفجارات لم تؤدي إلى أي قتلى وإلى أي جرحى، ولكن كانت هنالك أضرار مادية كبيرة كما هو واضح. وقد يبدو الخبر عاديا على مستوى احتراق قوارب للصيد في الداخل الإيراني قد لا تعني شيئا، ولكن القنوات العبرية وأوساط الإعلام العبرية والإسرائيلية اهتمت تماما بما جرى. على سبيل المثال القناة الرابعة عشر العبرية كما ترون هنا ناقشت هذا الأمر وتحدثت وقالت بأن 16 زورقا للصيد التي احترقت هي تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتستخدمها إيران من أجل نقل الأسلحة لجماعة الحوثي. نفس الأمر تأكد من Open Source Intel، أكد نفس هذه المسألة تبعية هذه الزوارق وطبيعة نشاطاتها في نقل الأسلحة من إيران إلى جماعة الحوثي. بالإضافة إلى ذلك أيضا أكد Open Source Intel بأن هنالك سفينة للشحن أو سفينة للتجسس تابعة للحرس الثوري الإيراني قد احترقت مع احتراق هذه الزوارق التي نتحدث عنها. وسبق وأن رأينا القيادة المركزية الأمريكية في الأشهر والسنوات القليلة الماضية وهي قامت بضبط العديد من الأسلحة التي تنقلها إيران وتهربها إيران من شواطئها أو من أراضيها أو من سواحلها مباشرة إلى جماعة الحوثي في اليمن، وعرضوا العديد من هذه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي يقومون بتهريبها عن طريق زوارق الصيد. وبالإضافة إلى ذلك أن هذا يعني أن هذا الاستهداف القادم بهذا الشكل بهذا الانفجار الغامض الذي لم يتحمل مسؤوليته أحد، واضح جدا بأنهم لا يريدون انتظار الزوارق الخاصة بجماعة الحوثي أن تنتقل بهذا الشكل من قبل إيران وتخطو وتذهب بهذه المسافة الكبيرة للغاية لتذهب ولتصل إلى جماعة الحوثي. وعلى هذا الأساس قاموا بحرقها وتفجيرها على ما يبدو بأنه ليس حادث، لأن المعلومات المرتبطة بهذه المسألة أيضا ليست بالعادية أبدا، وخاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا سبق وأن أعلنت في آخر جلسة في مجلس الأمن الدولي حول الاستهدافات التي تقوم بها جماعة الحوثي على خطوط الشحن في البحر الأحمر، أكدت ببساطة بأن يكون هنالك ويجب أن يكون هنالك قرارا بمنع أي تمويل لجماعة الحوثي أو أي إرسال للسلاح لجماعة الحوثي. لم تذكر إيران في مشروع القرار الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي، ولكنها واضح جدا تشير إلى إيران وأعطت رسالة واضحة لإيران بأن عليها التوقف من إسناد جماعة الحوثي بالأسلحة وبالأموال. وهذا التطور هو يأتي في ظل تحرك كبير شهدناه في 48 ساعة الماضية من قبل حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور التي كانت متواجدة في خليج عدن وانتقلت في الأيام القليلة الماضية لتدخل البحر الأحمر وتمركزت تقريبا بهذه المنطقة، مع وجود العديد من المدمرات الأمريكية وحتى مدمرة بريطانية ومدمرة فرنسية وغيرها من التحالف، وهو حلف حارس الازدهار الموجه ضد جماعة الحوثي. وجماعة الحوثي مستمرة في استهدافاتها، مستمرة في تصعيدها، ولكن واضح هنالك رغبة لخنق ومحاصرة جماعة الحوثي. ونفس هذا الانفجار الغامض الذي طال العمق الإيراني وهذه الزوارق المتخصصة في عملية نقل الأسلحة وشحنها وتهريبها مباشرة إلى جماعة الحوثي بنفس الشكل وبنفس الأسلوب، وقد يكون في نقطة مختلفة تحديدا على الحدود العراقية السورية، بالقرب من الحدود العراقية السورية في الداخل السوري تحديدا، كان أيضا هنالك استهدافا وانفجارا غامضا طال شحنة للسلاح قادمة من العراق إلى الداخل السوري. تحدث العربي الجديد عن هذه المسألة وتطوراتها، وكذلك عدد من الصفحات والمواقع السورية، وكانت هنالك لقطات لهذا الانفجار الذي جاء بهذا الشكل. من طبيعة الانفجار كما تراه الآن فإن هنالك أصوات للانفجار عالية، تلاحظ بأن هنالك توهج لانفجار الشاحنات التي قامت طائرة مسيرة مجهولة
باستهدافها كما تلاحظون، وطبعا بالأخذ بهذه التفاصيل التي رأيناها الآن وأخذ هذه الصورة على سبيل المثال الواضحة لنقطة الاستهداف كما تلاحظون، سنلاحظ بأننا أمام مساحة مفتوحة، نقطة أو مبنى نوعا ما مرتفع، وهذا مبنى مرتفع يوازيه على مستوى الارتفاع، وهنا مبنى منخفض ومنخفض، كلها متصلة مع بعضها البعض، واضح ليس هنالك أي مبنى في الجهة أخرى. وأيضا لاحظنا في الفيديو الأول بأن هنالك شارعا وجاء في وسطه الانفجار باستهداف هذه الشاحنة للسلاح، وبالتالي هذا الشارع الذي يأتي خلف هذه المنطقة، وستلاحظ بأن هنالك 4 شبابيك، 1، 2، 3، و4، نفس الأمر في تصميم هذا المبنى الآخر، تلاحظ بأنك أمام 4 شبابيك. بالتالي بالاعتماد على هذه الصورة وبالاعتماد على حقيقة ما نقله العربية الجديد بأنها تأتي في بلدة الغبرة بالبوكمال ومن ضمن دير الزور والبوكمال، نتجه الآن بالقمر الصناعي لنتأكد من هذه التفاصيل، ونتجه إلى الحدود العراقية السورية لنرى بالضبط أين جاءت هذه العملية وكيف تمت. هذه هي البوكمال، هنا العراق، هذه هي سوريا، نتجه إلى بلدة الغبرة، وستلاحظ هذا الشارع العام، إذا ما دققنا الشارع العام قليلا سنلاحظ بأن النقطة الوحيدة التي تتوافق مع ما رأيناه بهذه الصورة هي هذه النقطة. لنحاول على سبيل المثال أن نقترب من هذه المنطقة المرتفعة ونعود بالتاريخ قليلا لنتأكد هل هذه النقطة هي نفس النقطة التي تحدثنا عنها والتي رأينا فيها الشبابيك والتصميم الخاص بها. ستلاحظ نعم بأننا أمام هنا الشباك الأول، الثاني، الثالث والرابع، نفس اللون تقريبا، وهي مرتفعة نسبيا مقارنة بهذه النقطة التي نراها هنا. طبعا تاريخ هذه الصورة يعود إلى أكتوبر من عام 2022، وبالتالي نوع من الاختلاف البسيط قد يكون حاضرا في هذه الصورة، ولكن الأساس أساسيات ثابتة مما نراه من هذه الصورة. ترى هذا المبنى المرتفع الآخر واضح بأنه لم يكن مكتملا، ولكنك ترى أيضا الشبابيك الأربعة حاضرة من تصميم هذه النقطة، وبالتالي هنا متطابق كل شيء بالنسبة لنا. لنبتعد قليلا الآن بالقمر الصناعي وسنلاحظ فعلا أن هذه المنطقة تتطابق مع الصور التي ظهرت لنا. هذا هو نفس المبنى المرتفع، نفس المبنى المرتفع بالتوازي كما هو واضح، هذه نقطة مبنية منخفضة، هذه مبنية منخفضة، لم يكن هنالك شيء، يبدو بأن الأمور تطورت بعد 2022 في اكتمال بناء هذا المبنى واكتمال كذلك ربط هذين المبنيين، وبالتالي نلاحظ مساحة مفتوحة، مساحة مفتوحة، وهذا هو الشارع، وهذا يعني بأن استهداف شحنة السلاح كانت هنا بهذه النقطة بالضبط عندما جاءت طائرة مسيرة قامت بعملية استهداف هذه الشحنة. والمثير بهذه المسألة بأن دير الزور 24 نشرت قبل هذه الحادثة في الصباح الباكر بأن هنالك شحنة للسلاح قادمة من العراق قد دخلت إلى سوريا ودخلت إلى البوكمال، وهذه الشحنة محملة بالكثير من الأسلحة كما تحدثت هذه المصادر أو مصدر دير الزور 24 الذي أكد دخول هذه الشاحنات إلى البوكمال تقريبا تمركزت هنا، وقالوا بأن الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة يريدون نشرها على الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة. واضح بأنها بمجرد ما تقدمت إلى منطقة ومدينة الغبرة بهذا الاتجاه جاءت الطائرة المسيرة لتحقق هذا الاستهداف. بالتالي نحن نتحدث عن شحنات للأسلحة أيضا بنفس الشكل وبنفس الصورة ولكن بظروف أخرى ولكنها غامضة أيضا، تبدو متشابهة نوعا ما. المثير بهذه المسألة كنا أيضا أمام استهداف إسرائيلي مباشر على قيادي آخر تحديدا في داخل لبنان وفي الجنوب اللبناني، وجاء الاستهداف بهذه الطريقة وتم تأكيد بشكل واضح من قبل حزب الله اللبناني بأن وسام طويل هو الذي اغتيل وهو أحد القادة البارزين في حزب الله اللبناني، وهذا الرجل هو يعتبر المسؤول عن التدريب المركزي في حزب الله اللبناني. لا بل إلنا وكالة رويترز أكدت بأن هذا الرجل هو أحد القادة البارزين في قوات الرضوان وهي قوات النخبة في حزب الله اللبناني، وهو مسؤول العمليات الخاصة بحزب الله اللبناني في الجنوب اللبناني، بالتالي شخصية ليست بالعادية. مرة أخرى إسرائيل قامت باغتيالها في هذه المنطقة، بالتالي نلاحظ بأن هنالك استهداف واضح جدا لشحنات الأسلحة ذاهبة لجماعة الحوثي أو التي تستخدم لتهريب الأسلحة لجماعة الحوثي في إيران، شحنة أسلحة من العراق إلى سوريا، استهدافات
تصعيد كبير تجاه حزب الله اللبناني من قبل الجانب الإسرائيلي، وهنالك غموض كبير فيما جرى هنا، وجماعة الحوثي مستمرة في التعرض للضغط طبعا من الحلف الذي يأتي حولها بهذه المنطقة، والتصعيد لا زال مستمرا، وكل هذه التطورات التي نتحدث عنها هي تأتي في ظل تصريحات قادمة من وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت الذي قال بأننا دخلنا بمرحلة جديدة من حربنا داخل قطاع غزة، وقال بأننا دخلنا في المرحلة الثالثة من هذه الحرب. وهنالك تقدم إسرائيلي خطير الآن يأتي على أو داخل قطاع غزة، وتحدثت وأوضحت هذا الأمر طبعا هذه أو معهد دراسات الحرب الأمريكي ISW وكذلك سورياك مابس وعدد من المصادر الأخرى هي التي أكدت بأن التقدم جاء وسط قطاع غزة من قبل الجانب الإسرائيلي بشكل سريع وخطير للغاية. ويجب أن ننتبه كيف لهذه المعركة أو ما هي الأمور وما يجري في وسط قطاع غزة. بالنسبة للفصائل الفلسطينية وطبيعة تمركزها في وسط قطاع غزة تحديدا في دير البلح، هي تدافع عن هذه المنطقة بأربعة كتائب، وهي كتيبة دير البلح وكتيبة المغازي وكتيبة البريج وكتيبة النصيرات. بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو يهاجم بلواءين، وهو طبعا لواءين بهذا الاتجاه، وهو لواء مشاة ولواء مدرع، وهنالك كذلك فرقة مدرعة ولواء مظلي وكذلك لواء مدرع متمركز بهذا الاتجاه. والفصائل الفلسطينية طبعا هي تخوض هذه المعركة بهذه الطريقة، والجيش الإسرائيلي أيضا يخوض هذه المعركة بهذا الشكل وبهذا الاتجاه. وطبعا إذا ما حاولنا أن نقترب قليلا من هذه المنطقة، فالتطورات التي تحدث عنها معهد دراسات الحرب تأتي باتجاه المخيمات الثلاثة التي ذكرناها لكم الآن. بالنسبة لعملية انتشار الفصائل الفلسطينية كما تحدثنا، الكتائب منتشرة في هذه المخيمات، وأيضا لا زالت الفصائل الفلسطينية متواجدة هنا من ضمن وادي غزة باتجاه جحر الديك التي طبعا تسيطر على نسبة عالية منها القوات الإسرائيلية وتحديدا اللواء المظلي المتواجد في هذه المنطقة. وبالتالي تحدثنا نحن عن لواءين وفرقة وكذلك لواء مدرع إسرائيلي، وهو اللواء المدرع 179 يتواجد بهذا الاتجاه الذي قامت به إسرائيل الآن من تطور خطير بعد عملية تقدمها باتجاه البريج طبعا ومخيم البريج. هنا قامت بالسيطرة على هذه المنطقة، وقامت فجأة بعملية التقدم واستغلال هذه المنطقة ما بين البريج وكذلك المغازي، وتقدمت وقطعت عملية العمق الذي تتمتع به الفصائل الفلسطينية بين المخيمين، وسيطرت على شارع صلاح الدين، وقامت بالتقدم على طول شارع صلاح الدين بهذا الشكل لتقطع هذه المرة المنطقة على مخيم المغازي ومخيم النصيرات بهذا الاتجاه، وكذلك قامت بتقدم وإحاطة واضحة جدا بهذا الشكل لتحاول محاصرة وتطويق مخيم المغازي بالكامل. والتقدم الآخر الخطير من الجانب الإسرائيلي، وهذا هو ما هو جديد في هذا الموضوع، بأنهم تقدموا باتجاه شارع صلاح الدين بهذا الاتجاه، ووصلوا إلى شارع صلاح الدين وبدأوا بالضغط على القوات أو القوات الفصائل الفلسطينية المتواجدة من ضمن وادي غزة، لأن هذه القوات تشكل مشكلة على الجيش الإسرائيلي، هي تضغط على اللواء المظلي هنا وتضغط على خاصرة القوات الإسرائيلية التي تحاول تحقيق تقدم حول البريج وباتجاه النصيرات التي تعتبر نقطة مهمة. وأثناء هذا التقدم إسرائيل في 48 ساعة الماضية تمكنت من اغتيال قائد ونائب القائد لكتيبة النصيرات، وبالتالي هم لديهم فكرة وعمل كبير يأتي بهذا الاتجاه. وبالتالي يجب أن نرى أن إسرائيل لديها العديد من الفرص هنا والعديد من التحركات القادمة من خلال هذا التحرك الجديد الذي أكدته كل هذه المصادر. الجيش الإسرائيلي واضح بأنه سيبحث عن المضي قدما والسيطرة على شارع صلاح الدين بالكامل، وذلك من أجل قطع الطرق تماما وقطع العمق الذي تتمتع به أو قطع المخيم وفصل مخيم النصيرات عن مخيم البريج والسيطرة على شارع صلاح الدين بالكامل، ومن ثم دفع اللواء المدرع 179 لكي يقوم بعملية إحاطة كبيرة للغاية ليلتقي بالقوات الإسرائيلية المتواجدة هنا في شارع صلاح الدين. وطبعا ستؤدي عملية التطويق بهذا الشكل إلى أضعاف الفصائل الفلسطينية الموجودة في المنطقة. طبعا الفصائل الفلسطينية تقوم بعمليات كبيرة للغاية، مقاومة هائلة للغاية على مستوى القاذفات المضادة للدروع والياسين 105 واستخدام الهوانات وغيرها، ولكن إسرائيل تبحث عن
بحنق هذه المخيمات والمدن والقيام بضربها طبعا وتدميرها وقتل قادتها، مما يجعل هذه المهمة صعبة للغاية على الفصائل الفلسطينية. إطالة المعركة بالنسبة للفصائل الفلسطينية هو أكبر رهان لها لكسب المعركة ولمحاولة المراهنة على مسائل كبيرة للغاية في المستقبل. وبالتالي واضح جدا أن الأمور بدأت تتطور بشكل خطير في وسط قطاع غزة، وقد نسمع الكثير مما هو قادم من خان يونس، خاصة وأن الأوساط الإسرائيلية اليوم تتحدث بأنها تمكنت من تحديد موقع يحيى السنوار القائد البارز والمهم للغاية والمسؤول عما جرى في 7 أكتوبر كما تتهمه إسرائيل، ولكن قالت بأن في موقعه هنالك الكثير من الأسرى. وبالتالي لننتظر ونرى مدى فاعلية ومدى تأكيد هذه المعلومات طبعا من قبل الجانب الإسرائيلي. هي تطورات في كل مكان، كلها واحدة متصلة ببعضها الآخر، وهي طبعا توضح تماما بأن الأمور لن تهدأ على الأقل في الشهرين أو حتى 3 أشهر القادمة، بل هي متصاعدة ومتصاعدة للغاية.